الضالع في الاغتيال هو المدعو أبو بكر الحكيم، وهو عنصر سلفي متشدد تكفيري سبق أن تورط في قضية مسك وإدخال أسلحة إلى الجمهورية التونسية. هذا الشخص على إثر إلقاء القبض على صابر المشري وفي قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد وإداعة السجن في الأيام القليلة الماضية، وهو الشخص الرابع الذي ألقينا عليه القبض وأودع السجن من قبل السيد قاضي التحقيق، أكد ضلوع أبو بكر الحكيم وشخص آخر يدعى لطفي الزين في حادثة اغتيال الشهيد شكري بلهيم، ليصبح المظلوم فيهم في تلك الحادثة 14 شخصا، منهم المدعوين ياسر الموري، محمد علي دمق، محمد أمين الجاسمي، صابر المشرقي، وهما في حالة احتفاظ أو إيقاف عفوا من قبل السيد قاضي التحقيق المتعهد. وكل من كمال القبقاضي وأحمد الرويسي وعز الدين عبد اللابي وعبد الحاج صالح وسلمان المراكشي وأبو بكر الحكيم المكتشف أخيرا ولطفي الزين وعلي الحريزي وهم بحالة فرار، ومنهم طارق النيفر وحسام فريخة، وقد ارتأى السيد قاضي التحقيق تركهما بحالة سراح. ثم إذا تقاطع من ناحية مشاركة المدعو أبو بكر الحكيم في اغتيال الشهيد شكري بالعيد واغتيال الشهيد محمد إبراهيم،